خبر جديد عن حادث، تعال نكتب كده حادث قطار حلوان. حلوان دي طبعا في جنوب القاهرة، وزي ما شايف كتبنا على الفيديوز في اليوتيوب إن في حادثة لقطار حلوان، فهي من ساعة تقريبا أهو شايفين تفاصيل الحادثة. تعالى لو بصينا كده هنا، ولو شغلنا هنا كده ده اللي هو يعني حادثة يظهر القطر صدم أتوبيس، ده اللي هو صدى البلد. بيقول وفاة 2 مصابين وستة آخرين، واتنين وفاة 2 وستة مصابين. ربنا يسترها كده ان شاء الله، مفيش حاجة والناس تطلع.